كبيدات ديالي، مساء النور ومساء الخير ومساء الربح والتيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ نتمنى اخوتي تكونوا في ظروف جيده وفي احوال جيده وفي صحه جيده ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه يا ارحم الراحمين. هنا كيبان وجهي بحال مظلم، نشوفوه هكا. صافي هكا كبيده، هكا مزيان قبيله. كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ كلشي هاني؟ كلشي بخير؟ هانتوما درت هكا ويتبان ليا هادي، انا غنقول لكم شنو القصه ديال هادي. منها نبسط شويه ونضحك ونضحك معاكم شويه. قال لي كي شتي اخوتي راه كثرت الهم تضحك، اقسم لك يمينا. المهم الكبيدات ديالي جيت نعاود لكم. وحده في كومونتير قالت لي حريوده انتي والبرارد والزمن طويل، قالت كانت تخيل شي نهار حريوده بلا اتاي. كبيده حريوده بلا اتاي تسطى والله العظيم انا كنموت على اتاي، مدمنه ديالو. كاين بعدا اولا جيت نشكركم اخوتي بزاف بزاف على الكومونتير ديالكم، اقسم بالله العظيم كيعجبني الحال اخوتي ملي كتعاطفوا معنا هذا، وكلشي تيقول كلنا نادا، كلشي تيقول في الكومونتير عندي الناس اللي كتبغينا وكتحماق علينا وكنحماقوا عليهم، تيقولوا بان الله يطلق سراح نادا وما تستاهلش نادا هذيك البلاصه، وهي مرضيه دمينتها، اكيد هي مرضيه دمينتها. وانا كنامن، انا واحد المراه قويه وكنامن بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى، عند نزور القدر يعمل بصر نيشان. واحد ما عرفتش واش بنت ولا ولد قال لي يا حريوده بغيت نشرب معاك كاس اتاي ولو غير قدام الباب، وانا نرد عليه في كومونتير درت ليه مرحبا. الحمد لله كنبقاو مغاربه وكنبقاو خوت، واي واحد كيقصدنا اولا هذا الحمد لله كنشربوا كاس اتاي وكنتعاودوا وكنهضروا، وكل واحد الله يعرضه ويعرضنا السلامه يا رب العالمين. واحد البنت سميتها ساميه فردوس قالت لي انا وولادي كنحماقوا عليك بزاف بزاف بزاف، تنقول لك شكرا لك بزاف حبيبتي، انا كنحماق عليكم. واي واحد في الكومونتير قسما بالله العظيم اللي كيبغي حريوده كيبغي نادى حسي، والله العلي العظيم اخوتي حنا كنبغيكم من القلب، والهضره ديال ايمان حسي كتخرج من القلب كتدخل لكم القلب وكنموتوا عليكم. دابا كبيده وقعت لي واحد الحاجه نهار الجلسه ديال نادى، ياك دابا انا جالسه قلت راه نشرب واحد الكويز ديال اتاي ونتعاود مع الناس ولي فان ديالنا اللي كتحماق علينا وكنحماقوا عليها. والله العظيم كاني جالسه معاكم وجالسين معايا هنا في الصاله مجمعين وكنشربوا اتاي وكنتعاودوا. وقعت لي واحد الحاجه، الحمد لله وشكر الله، نهار الجلسه كويده ديالي انا من نهار تشدات نادا ما عمري تسنيتها باش تخرج الجيب ونبقى حاضيه قدام الباب باش نشوف نادا تخرج. من نهار تقبطات ما عمري درتها، حيت كنعرف راسي كنعرف راسي ماشي هي هذيك، نقدر ندير شي حاجه ماشي هي هذيك. وقع لي كبيدات واحد المشكل، واحد المشكل في الجلسه الاولى. دزنا في الجلسه الاولى الحمد لله والشكر لله، خرجنا خرجت اول مره بقيت كنتسنى نادا قدام هذاك الباب باش غيخرجوا بالجيب ديالهم ويديوهم للتيفلت. بقيت كنتسنى كنتسنى كنتسنى، مع العلم من نهار تشدات نادا دابا غدا شهرين ما عمري بقيت كنتسنى. صافي كان ندير كنخرج بحالي كنمشي كنديماري كنمشي. هذاك النهار قلت والله هاد المره حتى نتسنى نادا تنشوفها دايزه في الجيب. وتصوروا اخوتي شوفوا شنو غيوقع، مع العلم انا كنمشي كنزورها في السجن وكنمشي نشوفها، وهادشي اللي طرا ليا ما طراش ليا وما طراش ليا طرا في السجن ما طراش ليا هادشي. بقيت كنتسناها اخوتي، ضربتني الشمس للراس ياك، والجوع والسخفه راكم عارفين السكر عنده مواعيد مضبوطه، الدواء في الوقت والماكله في الوقت. ملي كنتعطلوا على الماكله كنوليو كنرعدوا كنوليو حالا لا يرثى لها. دابا يا الكبيدات ضربتني الشمس وانا نقول لواحد الناس هما كيتسناو ولادهم، قلت لها شوفي الله يخليك انا غنمشي نتكا شويه في الطوموبيل غير تشوفي الله يسهل لك الجيب بنادم، حيت كانوا معاهم شي بنات اخرين. قلت لها عافاك ملي تشوفي بنتك طالعين في الجيب اللي طالعه فيها نادا عيطي عليا. قالوا لي واخا.
بقيت جالسه الكبيدات شي شويه، تكيت في الطوموبيل اقسم بالله انا مع درت هكا يا خوتي صافي تكيت، مع ضربتني الشمس والجوع والدواء ما شارباش، لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي تكيت شي شويه تبقيت كنسمع وحريوده وحريوده، ما عرفتش باش تبليت اخوتي قسما بالله العلي العظيم. الى الطوموبيل خليتها محلوله، تليفون في الطوموبيل، الساك في الطوموبيل، كلشي، ولكن كان حمزه في الطوموبيل الاخرى حدايا، كان حدايا وقلت ليه رد البال، ماشي زعما سمحت فيهم هذاك الشيء، قلت ليه رد البال انا جايه وخليت هذاك الشيء هكاك محلول. مشيت وبقيت واقفه حدا الباب، ها الجيب خارجه، ويا خوتي شدني واحد انهيار عصبي، وشدتني واحد الهستيريا قسما بالله العلي العظيم، ما شدتنيش حتى ملي كنزور بنتي في السجن، ما شدتنيش ديك الحاله. هما طالعين وانا بقيت واقفه كنشوف، كحز بقاو كيطوطو، كحزت انا ودوك العيالات، حتى العيالات كحزت، كحزنا اللور شويه، بقاو غاديين بشويه، انا بقيت غاده، بقيت غاده تابعه ديك الجيب، وقسما بالله العظيم ربي والجهد اللي عطاني، مع اني انا سخفانه وما واكله ما شاربه ما حتى حاجه، والشمس ضربتني. بقات هذيك سميتها غاده، وانا ندير يدي على هذيك الجيب، بقيت نقول نادا نادا، تنغوت تنغوت تنضرب في هذيك، هما زادوا ديمارو، بقيت كنجري كنجري على حر جهدي، وانا طحت على طولتي طحت فيها. جا حمزه كيجري والناس مساكين اللي كانوا تمايا، حريوده حريوده حريوده، هزني حمزه مرابعه، دخلني في الطوموبيل، سد الطوموبيل، ديمارا مشى للسبيطار. حمزه راكم عارفين ماشي ولد خميسات، ما تيعرف لا كلينيك ما تيعرف حتى شي حاجه، كيعرف السبيطار الكبير كيعرفو ولد خميسات. داني هزني هكا مرابعه، مالها ما مالها، قال ليها ودي راه سيده ديابيتيك فيها السكر، راه ربما طاح ليها السكر ربما طلع ليها السكر، وانا في واحد الحاله ما نقولش لكم، وجهي تنفخ حتى تنفخ، ولساني تقال عليا ما بقيتش كنقدر نهضر، ولكن كنسمع وكنفهم اش يقولوا، ولكن غير باش نرد على راسي سخفانه، انا جهدي كندير لهم بيديا بحال هكايا. هذيك السيده قالت لي واش فيها السكر وهذاك الشيء، صافي جاو هذوك لاباري دوك الماتيريال كامل، جاو عبروا لي الطونسيون، جاو عبروا لي السكر، وقالت وقالوا لي ضروري، قالوا لي ضروري دير تحاليل ديال السكر، المهم ودقات القلب، المهم كلشي طالع، طونسيو طالع، دقات القلب طالعين تك 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 تك، ياك، والسكر طالع، بغاو يتأكدوا يشوفوا بالضبط شنو، داروا لي تحاليل ديال السكر. جات واحد السيده دابا من دابا هذيك السيده انا منها غنقول ليها تكايسي على الناس، ومنها غنبسط معاها وصافي. جات هذيك السيده قالت لي بغيت نحيد لك الدم باش ديري التحاليل، مع العلم انا التحاليل ديالي كنديرهم في لابوراتوار معروفه، كندير تحاليل عند هذوك الناس ما كيضرونيش ما حتى حاجه، عارفين السيرفيس ديالهم، كيديروا كيمشيو للعرق نيشان، سبحان الله العظيم كيمشيو للعرق نيشان، كتجبد ليا فكندير تحاليل عند هذوك الناس ما كيضرونيش ما حتى حاجه، عارفين السيرفيس ديالهم، كيديروا كيمشيو للعرق نيشان، سبحان الله العظيم كيمشيو للعرق نيشان، كتجبد ليا واحد القرعه كتعمرها كامله، وتتقول ليا حريوده شنو بغيتي ديري، انا كنقول لها شنو غندير تمايا عمرات لي غير واحد نص قريعه، قلت لها واش هادشي اللي غديري، قالت لي حيت انا قالت لي غنحتاج غير شويه غنديوه للابوراتوار اللي تابع للسبيطار، اللي تابع تما سبيطار د المخزن باش يديروا لي التحاليل، وفعلا هذاكشي اللي داروا. شوفوا هانتوما شتو دابا هاد السيده هادي العرق ما لقاتوش، وبقات غير كدق، تنقول لها ودي الا ما عرفتي صافي حبسي، صافي غير حبسي خليني انا غنمشي للابوراتوار اللي كنمشي لعندو، هما عارفين العرق كيمشيو ليا نيشان، انا غندير، تتقول لي صافي صافي انا لقيتو، فهمتي؟ ايوا ها هي يديا. دابا مع العلم تيقول لك، تيقولوا ها اللي تيقولوا والله اعلم، تيقول لك الفرمليه الا كانت مسمومه يدها كتكون مسمومه، كتطلق السم في هذا، والله العظيم. دابا ديك السيده اللي دقات لي انا البران ويدها سامه، عرفتي علاش؟ ورا دابا فوق من الجلسه، منين نزلنا الجلسه، ايوا 5 ايام هادي ولا 6 ايام، ويديا باقا زرقاء، ويديا باقا كضرني، ما نقدرش ندير لها هكا بزاف، والله العظيم باقا كتوجعني،
والزرقاء راه دابا بعدا المهم خففت راه 6 ايام هذه باش انا باش درت هذا الشيء. غير دابا منين جالسه عمرت كويساتي قلت راه نتعاود مع لي فان ديالي ونوريهم اليد ديالي كي دايره. واش شفتوا اخوتي؟ ايوا صافي. واش بدات لي داك شويه ديال الدم غير نص قريعه. قلت لها واش غير داكشي اللي غتجبدي؟ قالت لي اه. قلت لها قصحتيني. قلت لها يدك مدايره مسمومه صعيبه، حيت قال لي تيكون يدو مسمومه وكيدق البره والله العظيم كتبقى تزنزن يدو ولا كيبقى الزروقيه هذا، حيت انا مولفه في البوراتوار ديالي اللي كندير فيه انايا كيشدوني الناس. اه كدير لي هنا في اليسر الطب كتمشي للعرق نيشان قسما بالله العظيم كدير هكا. طب مريضنا ما عنده باس، وكنخرج من تما محيده اللصقه ما زرقا ما والو. هادي دقات لي هادي سيمانه هادي وخلات لي يديا طارق فيها السم والله العظيم. والصراحه اللي ما يعرفش يدق البره وما يعرفش العرق فين كاين بلا ما يبقى يوتي الناس يعيط على شي وحده اللي كتكون مختصه وعارفه في هذا الشيء، باش بلا ما يبقى عاد بلا ما يبقاو يقصحوا الناس. وهذه وهذه راه بشر غادي مول حمراء ماشي هذا. ايوا المهم ايوا اخوتي منين دارت ليا التحاليل شدت ليا الدم وداك التخربيق صافي انايا حسيت براسي شي شويه. خرجت من السبيطار جلست فواحد الطراسه تمايا حدا السبيطار بقيت كنتسنى التحاليل ديالي. صافي مشى حمزه جاب التحاليل، مشيت دخلت عند الطبيبه قالت لي كتحسي بشي حاجه؟ قلت لها انا ما كنحس حتى بشي حاجه. قالت لي كتعاني من السكر؟ قلت لها اه. قالت لي شحال عندك في الخزان؟ قلت لها انا راه ديجا كان عندي 14 في الخزان قسما بالله. كانت كتكتب بالستيلو ويتحط الستيلو بقات كتشوف فيا. قالت لي عندك 14؟ قلت لها اه. قالت لي راكي معجزه هذه. قالت لي قسما بالله الا بحالك انت راه مجبدين في الكلينيكات 14 في الخزان. حنا عادي سكر عادي في الخزان تيكون 6 عادي 6، ملي كيولي 7 كيكون طالع شي شويه، ولكن باش يكون 14 راه النص بالنص. راه الله يستر قالت لي الخزان فاض عندي مكشكش السكر. ايوا قلت لها لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي شديت التحليله ديالي بقات كتشوف قالت لي سميت. قلت لها ايمان حاسي؟ قالت لي عندك السكر طالع. قالت لي كديري الريجيم؟ قلت لها الصراحه انا هاد شهر 8 كامل ما درتش الريجيم. توحشت الدلاح والبطيخ وديك دانونا كنموت عليها والخوخ، وعطيتهم الكويدات علاش شي يقلبوا قسما بالله العلي العظيم. وداك الشيء علاش طلع ومع هاد الصداع وهاد المشاكل صافي السكر ختر وتعسل واللي عطى الله هو هذا. ايوا قلت لكم الكويدات ديالي صافي. قالت لي السكر طالع وداك التخربيق صافي، ما عطاتني لا دواء ما عطاتني حتى حاجه. قالت لي ما نقدر نعطيك حتى شي حاجه صافي، راه انت اللي متبعه مع الاطباء ديالك راه ولا الطبيبه ولا الطبيب راه عندك هذه. قلت لها اه صافي. خرجت كنسوق راسي حيت كان حمزه جابني وخرجت كنسوق راسي. عاد رجعت حمزه فين كان عاد هز الطوموبيل الصغيره عاد جينا بحالنا للدار وصافي الكبيدات وهذا الشيء اللي وقع. قلت انا هذا الشيء اللي وقع والله تنشرب مع كبيدات كاس داتي ونعاودوا لهم نقول لهم ها انتم ما تحملتش باش نشوف بنتي طالعه في ديك الجيب باش يديوها للحبس، رغم انا كنمشي كنشوفها في الزياره كنمشي للسجن وما عرفتش كيفاش جاتني الهستيريا ما عرفتش والله العلي العظيم. وصافي الكبيدات وجيت بحالي ولا ومن منين هزينا الطوموبيل الاخرى جينا للسناك وتغديت وشربت ليا كليت الفلو حلو رغم انا السكر طالع. صافي الكبيدات وجيت بحالي وجيت للدار ودرت بواحد النعسه والرحيم ومول الخير يدير الخير. ايوا هادشي كبيدات اللي طرا وهادشي اللي بغيت نعاود لكم على هاد على هادي هادشي اللي بغيت نعاود لكم. ايوا وكنشكركم بزاف وكنحماق عليكم وتنقول لكم شكرا لكم على التضامن ديالكم مع ندى وشكرا كاع اللي كيبغي الخير لبنتي الله يجعل ربي تعالى يسهل عليه، واللي كيبغي الشر لبنتي الله يجعل ربي تعالى يعطيه ليه. صافي بغيتي الخير لبنتي الله يعطيه لك، بغيتي الشر لبنتي الله يعطيه لك من الاخر. وتنقول لكم اخوتي شكرا وتنحماق عليكم. ايمان حسي كتقول لكم شكرا لكم بموت فيكم.